أول ما يفوت على غرفة النوم قبل ما يحط راسه على المخدة بتبلشي نق وزن على يا ابن عمي والله مشتيق اسهر أنا وياك لحالنا بأرض الديار يا ابن عمي والله هل كان اليوم أبوك هلكني طلبات يا ابن عمي أنا كتير مأسورة وزيدي وبهوري قد ما فيكي لحتى يحط حد لأبوه يعني وين بده يحط أبوه؟ ما بعرف يدبر أموره المهم تخلصي أنتي أي والله معك حق لازم أخلص طيب تقبريني خليني أنا أقوم روح هالبيت قبل ما تقلع علي أمي طيب ليكي متى ما لقيتي حالك فاضية بتجي لعندي شوفت عينك طول الوقت لحالي بهالبيت ماشي ماشي بخاطرك هلا الله معك تقبريني يا الله ابن عمي ابن عمي ابن عمي بدي اقول لك شيء بس خايفه تعصب علي وتخانقني شوفي احكي ابن عمي بدي اياك توافق اني اجيب بنت تساعدني بشغل البيت شو هالحكي هاد وليش بدي اجيب لك بنت تساعدك بشغل البيت ليش شو عم تشتغلي بهالبيت عم تنحتي صخر والله يا ابن عمي ما عم لحق شغل بالبيت وانا ركض من الصبح لاخر الليل تعبت ايوه ومن وين عم يجيك هالشغل من ابوك شو من أبي؟ مشان الله يا ابن عمي فهم علي أنا ما عدت قادرة على شغل البيت لحالي ايوه حضرتك شو عم تخدمي لأبي خانوم؟ حتى عم يتعبك؟ ابن عمي مشان الله لا تعصب إذا بدك تعصب ما رح أحكي ما رح أعصب ها تفضلي أحكي لشوف يا ابن عمي من وقت انت اللي بتتيسر على شغلك انا بفيق منه ومو بحضر له الفطور لابوك وهو ببلش على ليش الشاي بارد سخني وليش مو حاطه مكدوس وخرطي لي بندوره وساوي لي فنجان قهوه وهي الاكله ما بحبها وهي الاكله بحبها يا ابن عمي انا تعبت من هالقصص هي كلها هاد غير اني ماسوره بالبيت يا شاكر لا طلعه ولا فوته لك شو هالحكي هاد ابي رجالتي وقلبه لا الله وكل الناس بيتباركوا بالقعده معه طيب يا ابن عمي انت قلت لي احكي وعليك الامان وانا عم فشل لك خلقي ايه ما اختلفنا بس هذا الحكي مانو مزبوط يا ابن عمي انا مرة قاعده لحالة بالبيت يعني الله بعدي اسمه لسه ما طعمني ولد لقلتهي فيه الله وكيلك ما في جاره بتسترجي تفوت لعندي على البيت بسبب ابوك بضل قاعد بالبيت ايه بس انت قلت لي هداك اليوم انه كل وقته بيضل نايم بغرفته ايه صحيح هذا الحكي بس تخيل شو صار معي بنت خالتي محاسن كانت عندي قام المسكينة قايمة الغطا عن راسها فجأة بيطلع أبوك من الغرفة وبيكشف عليها يا لطيف شو هالحكي هاد مثل ما عم قلك يا ابن عمي تمنيت الأرض تنشق وتبلعني وما عاد تعرفت شلون بدي داري عالسيرة خلص خلص سكتي أنا بلاقي حل هالسيرة خاطرك الله معك تقبرني مهونة رنا يا رنا يعطيك العافية تقبرني هات الله يعافيك يمسكي من ايدي ها يا بي شلونك يا بي اهلين يا بي اهلين اهلين الله يرضى عليك يا بي عاوزك بموضوع بقى شو رأيك بهالفكرة يا بي والله يا أبي ماني عارفان شو بدي إلا خلص أنت ساوي اللي بتلاقيه الناس لك إيه أبي بس يعني أنا قلت ما بدي قرر لأخذ مشورتك يا أبي أنا اللي شايفه إنه إذا بده يصير معك شريك بالمحل بده يخف رزقك وهذا مو من مصلحتك لك إيه والله معك حق أبي بس يعني أنا ببطل هكلام فتحة المحل وتسكيرة واللازي منه يا أبي يا شاكر خلي شغلك لحالك اسمع مني احسن لك يوه عمي وجوزي كمان من حقه يرتاح ما بكفي كل شوي والتانية بينط على البيت مشان يطمن عليك يا علي يا علي شوف وشه صفيان عرض اصبعتين من التعب ابي اذا القصه مو ببالك بلاها لا يا ابني خلص شاركه ليوسف طالما هي رغبتك وطالما يوسف مثل ما عم تقول شب قبضاي وشهم زلمة كويس خلاص توكل على الله وشاركه وإن شاء الله الله بيرزقكم بنية هالشراكة يا بي هالحكي من قلبك؟ إيه من قلبي يا بي
توكل على الله وشاركه. يلا أمرك. طيب شو رأيك تنزل معي على المحل؟ لا يا أبي خليني هون أحسن لي. لك يا أبي والله بتنزل على المحل يعني بتتسلى وبتغير جو أحسن من قعدة البيت. لك يا أبي يا شاكر أنا المحل سلمتك إياه وهلأ هو صار بعهدك، شو بدي أخذني لعندك بقى؟ عمي قوم روح مع شاكر بتتسلى أحسن ما تمل لحالك من هلأ، لأنه يمكن أهلي يمرقوا بعد شوي لعندي. خلصنا رنا، اترك يا أبي على راحته. خلص يا أبي، لا لا بروح معك، بروح على القهوة بتسلى أنا ويحيى. أدران يا أبي؟ إيه إيه أدران، بتعكز عليك لحد ما نوصل، بس قوم ناولني جاكيتي الله يرضى عليك. يلا أمرك أمرك. يلا يا أبي يلا تعال. يا يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وشك ولا ضو القمر يا أبو شاكر، وينك مالك مبين؟ والله مثل ما بيقولوا الكبر عبر. شو يا شاكر عم تدير لي بالك عليه لأبوه؟ بدنا رضا شيخي، بدنا رضا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وين طريقكم غير شهر؟ والله أنا نازل على الدكانة، وأبي بده يقعد بالقهوة يتسلى شوي. لك يا أبو شاكر شو هي قعدة القهاوي ما القهاوي؟ روح لأخذك معي على الجامع بتتسلى وبتذكر الله وبتكسب ثواب. ايه بيصير، الله يكتر خيرك شيخي. لكن انا رح اتيسر. شاكر شفت المحل مفتوح، مين قاعد بالمحل؟ هذا يوسف شيخي، يوسف، وباذن الله بده يصير شريكي. ايه ربي يرزقكم يا رب وييسركم بجاه الحبيب محمد. امين يا رب. يلا لكان بخاطركم، خاطرك يا بي. الله معك، الله معك يا رب، الله معك. هات ايدك ابو شاكر، هات ايدك. كتر الله خيرك. بسم الله. ايه اتكي عليه. بسم الله. شد حيلك لساك شاب. يلا يلا رنا. اهلين ابن عمي، يعطيك العافيه. مسكي من ايدي. وينه ابي؟ يو مو اخذته معك على القهوه؟ على هالنسوه لك نسيت ابي بالجامع. استنى استنى شوي ابن عمي. شو بدك؟ يا ابن عمي اتركه بالجامع، بكون قاعد ومرتاح. يعني يا روحي الرجال بهالعمر شو بده؟ شو بده غير يتقرب من رب العالمين ويوحد ربه؟ لك شو هالحكي هذا لك رنا؟ بدك يعني اترك ابي بالجامع؟ يا ابن عمي انا شو حكيت؟ صدقني عم بحكي لمصلحته. بعدين يعني بيناتنا حابه هيك نقعد لحالنا ونتغدى سوا، وحابه البس لك الفستان المقصب يلي ببين كاحلي منه، واتفتن لك فيه هيك بارض الديار. ايوه طيب البسي لنشوفه. البسي من عيوني. شو يا ابو شاكر؟ بدك تضل قاعد هون انت؟ والله يا سيدنا ماني عارفه، رح اضل هون شوي تاني. صار لك من الصبح بلا اكل، قوم خليني اوصلك على البيت. لا 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 انا ماني جوعان، بعدين هون مرتاح الحمد لله. بعدين وينه ابنك شاكر؟ يعني ما عاد بين، اكيد صاير معه شيء. خليني اوصلك على البيت. لا ما في داعي يا شيخي، شو بده يكون صاير معه؟ بيكون مشغول، وهلا انا بعد لي شويه هون بعدين بروح. على اساس نزل يوسف معه شريك لحتى يريحه، وينه ما عاد بين الثاني؟ يا شيخنا شاكر ابني الله يخلي لك بلادك، تعب بحياته لحتى كون حاله، وانا بصراحه صرت احس حالي ثقيل عليه يعني. لا يا ابو شاكر، انت كمان تعبت عليه وربيته وكبرته، بعدين اللي قدمته لابنك ما حدا قدمه لابنه. يا سيدنا الحمد لله. الله يحميه ويسعده هو ومرته. امين يا رب. يا الله. تعال تعال. خلاص يا ابي خلاص تركي. يا ابي والله حقك على راسي. قسما بالله نسيت، شو اعمل؟ معليش يا ابي معليش، بسيطة ما صار شيء. طيب رح خلي رنا تحط لك لقمتين. لا لا انا ما بدي اكل، انا شبعان. شلون يعني شبعان؟ شو اكل؟ الشيخ عبد الحميد طعماني بالجامع الحمد لله. ايه الحمد لله والله في الخير. طيب ابي بدك مني شيء هلا؟ ايه بدي اطلب منك هالطلب. مرني ابي.
بدي تحسب حسابها بكره الصبح، يعني تاخذني انت وراي على شغلك، توصلني على الجامع وانت وراجعان من شغلك ترجعني معك لهو. يا بي ليش شو في بالجامع؟ ما في شيء يعني، بس صراحة أنا اليوم انبسطت كثير هنيك، حسيت بروحانية كبيرة. ضلني عم استناك وبس ترجع بتجيبني لهون. بس يعني يا بي معقول تضل قاعد كل نهارك بالجامع؟ ايه يا بي أنا هيك بكون كثير مرتاح يعني، معليش. طيب ما زال أنت هيك بدك أنا ما عندي مانع. رح شوف رنا شوي. يلا لكان بدك شيء؟ سلامة قلبك، قلي شو جاي على بالك تتغدى تشكل قاسي؟ كل شيء من ايديكي يا محلا. نكريتك تقبر قلبي، لكن رح استناك على الغدا اليوم، لا تطول. ايه لكان لكان ما تطول عليكي. يلا يا بي وينك؟ تأخرنا أبي تأخرنا. أنا جاهز. ها ايه يلا يلا. الله يعطيك القوة. بدك شيء لك عمي؟ الله معك عمي. بتعرف يا عمي كثير منيح انك صرت تقضي نهارك بالجامع، ليك الحمد لله شلون رب العالمين بارك لك بصحتك وصرت اقوى. الحمد لله يا بنتي الحمد لله. تعا يا بي تعا. يلا خلينا نتأثر يعني. يلا شرف خاطري. الله معكم المهونة. خلص خلص يا بي بكفي لهو. عاوز شي يا بي؟ بدك شي؟ سلامتك يا بي، روح تيسر انت. يلا دعينا يا بي. خلص روح يا بي. السلام عليكم. الله يجير بدنك يا بي، صار لك شي؟ صار لك شي؟ فيك شي؟ يلا امشي يا بي امشي. ان شاء الله خفه، والله تاخرت على الدكانه. لك لسه بتقول لي خفه؟ ما بحسن استعجل اكثر من هيك يا ابي، بعدين شو علي اذا تاخرت على الدكانه؟ والله مشتاق لك وحابب احكي معك، مبسوط خير الله انه عم نحكي انا وياك نحن وعم نمشي. الله نعم الوكيل. بس وصلني لعند الجامع لانه قلبي ناقزني انا كمان. امرك خايف ما اوقع. السلام عليكم. يا ابي يا شاكر المحل عندك احترق هيك شوي، لا تاكل هم ان شاء الله برانيه، روح شوفه اترك لي اياه. برجع لك يا ابي برجع لك. ان شاء الله عم نقوم تأذي المحل. لا ما في شيء باذن الله، هذا يوسف بالظاهر عم يدق البابور وقام لبت عليه النار، شلفته شويه، ما في شيء برانيه باذن الله. تعال هات ايدك تعال معي بسم الله. يلا يا رب يا رب بسم الله، ان شاء الله برانيه ان شاء الله برانيه، الحمد لله اللي هيك ومو غير هيك. يا بي حقك على راسي يا بي، حقك على راسي يا بي، ان شاء الله سامحني. بوس ايدك. طول بالك. أنا وصغير حميتني من فلقة الشيخ، ولما كبرت حميتني من الحريق اللي صار هلأ بالدكان. يا بي أنا عايش برضاك يا بي. هذا رضا رب العالمين يا شاكي. رضا الله من رضا الوالدين. قوم معي يا بي قوم. لوين؟ شو لوين يا بي؟ على بيتك، بيتك اللي مقاويني فيه لي ولحرمتي. قسما بالله وندرا علي لبوس رجليك كل النهار واغسلك ياهن بس أنت ارضى علي. بوس ايدك يا بي بوس ايدك سامحني. خلاص خلاص خلاص. شو مين كان على الباب؟ هات ساعده شغيل البواكية يا خانم. قولي له ما رح ارجع افتح شيء لحتى يمضى 6 شهور على موتة المرحوم. بس هو ما عم يسأل ايمت بدك تفتحي البواكية يا خانم. لكن شو بده؟ بده أجار الشغيلة، شو إنه من اليوم يلي توفل فيه المرحوم كان لازم يقبضوا عن شهرين وما قبضوا، هلأ صار لهم 4 شهور قاعدين بلا شغل. طيب طيب أنا رح أقوم جيب لهم مصاري، أنت حاسبيهم إيه؟ سمية سمية. نعم يا خانو. أنت فتشي على قوطي وعزلتيها هاليومين؟ آخر مرة عزلتها كانت قبل ما يتوفى المرحوم بجمعة يا خانو.
طيب شفتي كيس مصاري هون ولا هون؟ لو شفته كنت عطيتك اياه او تركته بمطرحه مثل العاده. يا ربي دخيلك، لك قد وين راحوا المصاري تبعت جوزي؟ طيب بلكي مدينهم لشي حدا او عاطيهم لشي حدا. اي والله صح، انا بتذكر انه جوزي كان حاطط مصاري مع ابو حدو عم يشغل له اياهم. طيب وهلا شو بدنا نساوي مع الشغيل؟ ساعده يا خانو. قولي له رجع بعد يومين، بركي بكون قدرت امن المصاري من ابو حدو. روحي قولي له. املك يلا. تفضل سيد ابو حدو. يلا يا ميت اهلا وسهلا بابو حدو، تفضل ارتاح. لك يسلم لي هلوش ويعطيكي العافيه، لك ريتك تطلعي على قبري وترقصي حافيه. شو هالحكي هذا ابو حدو؟ شو عم تحكي انت؟ بس شفتك جمالك طير لي عقلي. زين الفاظك يا رجال، عيب هالحكي. مو بايدي لما شفتك صار قلبي يخفق خفق. احمل حالك واطلع لبرا ابو حدو. هيك لك اه. ايه هيك، اطلع لبرا. اسمعي هالكلمتين، يا اما بتوعديني بالوصال وبتاخدي ذهباتك، يا اما رح امشي وما بتاخدي قرش واحد. ان شاء الله عمرك ما تعطيني، ويكون بعلمك مو كل الطير بيتاكل لحمه. بس هيك رح تموتي من جوعك. ها يا سيدي الله الرزاق. يا حلوه، انقلع من هون بلا جقار احسن ما تربي عليك حيطان الحاره. ها انا رح انقلع، بس قسما بالله لا تجي عم تزحفي زحف لعندي. لك يا عيب الشوم عليك من بين الزلم، نلع لبرا نلع. وصفوا لي اياكي انك حلوه كتير، بس هلا بعد ما شفتك طلعتي احلى من الوصف بكتير. انا يا مختار عندي مشكله كبيره وجاي لحتى تحل لي اياها، وبعرف انه انت مختار الحاره وكبيرها، وبعرف كمان انك بتمون على الكبير والصغير فيها. شو مشكلتك؟ جوزي الله يرحمه يا مختار كان معه شوية مصاري، أعطاهم لأبو حدو قبل ما يتوفى لحتى يشغل له إياهم. وأبو حدو يعني بعد ما توفى جوزي رحت أنا لحتى طالبه بالمصاري، قام رفض إنه يعطيني إياهم، وصار يعيط ويتقاوى علي، وأنا مالي قده يا مختار. بقى الله يخليك بدي تلاقي لي حل. يا مختار بدي حل لمشكلتي. بسيطة. زيلي أبو حدو، إذا بتوافقي على الشغلة اللي رح لك عليها رح تقبري الفقر. لك أنتي ملكي، ما حدا بيستاهلك غيري. إذا بتوافقي رح تكوني أحلى ملكة بالعالم. لك لا عم ضربك أنت الثاني، لك يخرب بيتك، لك قال إجيت لا أتحامى فيك، لك الله لا يوفقكم كلياتكم، الله لا يوفقكم. وين رحتي؟ أخ لك وين رحتي؟ قولي لك هاي مرة والشاضومة اللي عندي مرة. قولي حسن. سمية، يا سمية. أمرك يا خانو. امسكي هدول الذهبات وروحي بيعي لي. ليش بدك تبيعي ذهباتك يا خانو؟ بدي أدفع للشغيلة أجرتهم، وبدي جوزي يرتاح بقبره، ما بدي حدا يكون له عليه فرنك. الله لا يوفق يلي ساوى فيكي هيك وأكل مصاريكي عليكي. آمين، الله يفرجيني في يوم أسود يا رب. آمين يا رب. روحي بسرعة دكي ملايتك يلا. أمرك يلا. يلي بدك يا صار يا خانو، وزادوا هدول المصاري. ساعدوا حكى شي؟ سألني قيمت رح تفتحي البواكية وقلت له لسه مو مبين. شوفي من هالباب. أمرك يلا.
شو مين؟ واحد اسمه أبو محجوب وبده يشوفك ضروري يا خانة. روحي فوتي له محض عراسية. تفضل أبو محجوب لبين ما تطلع الخانة. تفضل. يلا يلا. أهلين وسهلين يا أخي. مين حضرتك؟ الداعي أختي أبو محجوب. جوزك الله يرحمه ساوى داكيشي معي على هذا البيت، أخذ مني بيتي الصغير وأخذ فوقه 10 ذهبات أختي. شو؟ إيه نعم، وهي الحجة تبعها إذا مالك مصدق يا خانو، تفضلي شوفيها. بس أنا ما عندي علم بهذا الحكي اللي عم تحكيه، وحجة البيت تبعك ما عندي نسخة منها. شوفي أختي هاي مو مشكلتي، معك 3 أيام لتفضي البيت، واسمعي هاي حسن أخلاق مني ها؟ يلا السلام عليكم. يا سمية تعي بدكي بلايتك وبتسمعيني شو بدي قلك بالحرف. عم اسمعك يا خانة. شوفي لك يا ميت أهلين وسهلين بهالقامة الحلوة، أنا ما بيحلالي الحكي معك إلا على خلوة. شو لساتي نايم ومالي حاسس؟ لك لا أيوه شو نايم، شحني أنا بين إيديك. ما عم صدق الكلام اللي عم بسمعه منك. لا أصدق صدق، أساساً أنا مبارح ما شفت النوم وأنا عم فكر فيه. لك ليش قلعتيني لما أجيت لعندك؟ هو بصراحة يعني أنا مرة حلوة وأرملة، استحيت حسيت حالي مستحية. ونرجع خيدك أنا الشاي يا خانو. إيه تعي تعي حطيه هون. روحي على المطبخ روحي لحقتك. عود عود شرب شاياتك. ليك أنا رح أصرف الخدامة وراجع لعدك. بيفطان للجو بعدين وبناخد راحتنا. يلا الله. يا سلام بسرعة. طولت كتير شغل بحري لبين ما لقيت لك كل شي طلبتيني. حضر الذهبات خليهن جوا، روحي جيبي لي البصامة. بسرعة وشافي القماشة. بسرعة مثل ما قلت لك بسرعة. أبو حدو أبو حدو قوموا بيجوا قرايبين. يقوم أنا لازم أمشي. إيه لك لحظة استنى شوي بس أشوفه إذا راحوا. لحظة بسرعة بسرعة أبو حدو راحوا راحوا بسرعة. ماشي بسرعة روح روح الله لا يوفقك. هاي الحجة اللي بإيدك يا سيدي بتثبت إنه البيت اللي قاعد فيه أبو حده هو لإلي وبايعني إياه وأخذ حقه مني بالكامل. مفهوم. شو مطلوب مني؟ مطلوب يا سيدي تطلعوا من البيت، ما عم يرضى يطلع من البيت. وأنا حرمة ولحالي وبيتقاوى علي. عسكري شو حط لي أبو حدو لهون؟ الله يجبر بخاطرك يا سيدي. تكرم عيونك يا خانو. شلون شلون
معك يومين لتفضي البيت للخانم يا ابو حدو. شلون بدي سلم بيتي للخانم؟ هذا حقها يا ابو حدو. حقها شلون؟ هي مو حجة البيت تبعك. بلا اليكك بايعه يا وباصم عليها. ابدا هالشي ما صار بنوب. ولك هي مو بصمتها. بلا بصمتي. معناتها بتفضي البيت خلال يومين احسن ما طالعك منه غصبا عنك، عم تفهم ابو حدو؟ لك انت شو عملتي فيني؟ اخذت حقي منك يا قليل الذمه والشرف. الله لا يوافقك، خربتي بيتي. سيدي كتبوا تعهد ما يتعرض لي. ها الله ينتقم منك يا رب. خلاص خلاص هلا بتكتب تعهد. الله لا يقشعك خير، خربتي بيتي. هات لك صبلك. يلا فهدو. يلا خلينا نروح نعطي المفتاح لأب محجوب ونروح على بيتنا الجديد. يلا روحي. استغفر الله العظيم، لك سحر شبكي، مو قلت لك جيبي قطعة رخيصة؟ ما لقيت أرخص من هالقماشة، بعدين ما لازم أطلع مبهدلة قدام النسوان. هلا هي مرته لرشيد، ما شاء الله. شو شو هالحلاوة وشو هالقوى؟ أهلين معلم، هاي حرمتي. يا أهلين وسهلين، يا أهلين وسهلين. بدك مني شي راشد؟ أنا رح روح على البيت. خليكي لحظة. معلم، يعني ما عيتك إذا بتعطينا اليومية اليوم، لأنه الحرمة بدها تاخذ شوية أغراض وما معها مصاري. على نافوخي. خلينا إياك. وهي أحلى يومية لأحلى راشد. فضلت. الله يرزقك يا معلم. كميش وهدول كمان زياده. سمو دياتك مسكي روحي ما دخل على البيت. الله يرزقك. الله معك. السلام الله. عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. روح لشغلك. روح. ايه على راسي على راسي. يا اخي شو هالمخلوقه هي؟ والله طرب مرتب. يا حين تبهيك رجال. الله بيعطي الحلاوة اللي ماله سنان. قلت لك ما بقله، بخجل منه بخجل منه. يوه اسمعوا لهالحكي، بتخجل الطالب بحقك؟ لك يا ابن الناس عم تشتغل عنده من الصبح للمساء قد ثلاث عمال وعم يعطيك قروش. هلا كل يوم بدك تسمعيني نفس الديباجة؟ ما راح اقول له، بخجل منه عم اقول لك. البيت ناقصه مليون غرض، وانا بدي اياهم دبر راسك. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. حاجة بغوشتي لي بدني، ما راح اقول له. عم على القصة. انا راح اقول له. عم يا بحده، والله حقك على راسي ومثل ما بدك وامرك. انتظرني بس يومين، يومين بس. انت بتعرف والله والديها ما هيتك. عمي هيك ما بيمشي الحال معي. اتفقت انا وياك انه كل راس شهر بتعطيني اجره البيت، وانت شهر بتعطيني وشهر ما بتعطيني، وانا مقدر وضعك، مشان هيك ساكت. مزبوط عمي مزبوط، انا قلت لك يعني كل شهر بدي اعطيك اجار البيت، بس شايف انت الاوضاع خلص. وعد يومين بعطيك اجار هذا الشهر وشهر مكسورين كمان، ما هيتك. ماشي عمي، بس ايش كان ما صدقت بتطب لي اغراضك تطلع برا البيت. فهمت امرك امرك امرك. السلام عليكم. الله معك عمي يا ابو حدو. الله معك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو بتعمل شو بتعمل؟ يا رب يا رب يا رب. شوفي رشيد، شوفي كل الطريق ساكت. والله حاسك مهموم وهموم الدنيا كلها راكبتك. ولا ضايش ضايش، وانا عارفه شو بدي اعمل. خدنا مصاري من ساعات على أساس رد اليوم، اليوم ما تأمنوا معي. شو بدي أعمل؟ أيوة أخي، مالك غير أبو ربحي. أبو ربحي؟ إيه؟ مو هذا اللي بيعطي مصاري بالفايدة؟ ما غيره،
لا عمي لا لا استغفر الله شوف شو لا لا حبيبي احسن ما تتزلل لفلان وعلتان اخي الحرام ما بحبه اخي ما كلنا ما بنحب الحرام بس يعني ازبط لك فكر فيها تاخذ منه قرشين وبترد له اياهم قد ما بده استغفر الله العظيم اخي ما بدي لك راشد اسمع مني العالم ما بترحم تاخذ منه قرشين وبتريح حالك خالصين قلتها فكر فيها منيحة ما بعرف أخي سحار إن شاء الله اليوم قويت قلبك وقلت له امسكي وبطلي نق مخوشتي لي بدني جيب اللي بدك اياه الله يرزقك وساوي لي لقمة الزهرة ما حاضر عمي أبو حدو مسيك هدول أجار شهر البيت ومشاريع من المكسورين وكتر خيرك عمي وخيرك عمي هيك الشغل كل رأس الشهر بتناولني الإجراء أنت بترتاح وأنا برتاح ماشي أنا بأمرك عمي على رأسي السلام عليكم الله معك عمي أبو حدو الله معك شو عازك للمر غير القمر لا دور مصاري البيانين بعطيهم للمرة تشتري فيهم شوي غراء والباقي للبيت يا رب فرجك يا رب بدك تبيع خاتم عرسنا يا راشد يا ستي بيعي مو أحسن ما يقدم السندات للكركون وروح فيها أحسن ما تتدين مصاري بالفايدة كنت طالب معلمك إنه يزود لك أجرتك ليكي سحار مو كل شغلة بتقليلي روح اطلب من معلمك ما رح قله بخجل منه ما رح قله بعم على رصة إذا أنت بتخجل منه أنا ما بخجل إنه اطلب الحق بصراحة يا معلم أنا بعت خاتم جواسي مشان سد الديون اللي علينا يعني وراشد مستحي إنه يطلب منك تزود له معاشه قلت له أنا بحكي مع المعلم يعني شنو هو دوامه عندك كتير طويل وما بيقدر يشتغل شغلة تانية داك أنت بتأمري أمر أنت بتموني على رأسي من فوق معقول هذا الجمال يكون غرقان بالهموم والديون على عيني وراسي بس إلي شرط صغير عندك شرط شو معلم؟ تكوني خلاني خلان؟ إيه خلان وتكوني قريبة مني يا خليكي أنت وجوزي غرقانين بالهموم والديون والشغلة بتبع عندك ما أشغلتي لا يو موافقة أنا أكيد موافقة يا لك دخيل ربي الفهم فضلوه على العلم شو علي بس هلا ما خرج نحكيه شو رأيك شوفي برات الحارة كمشي لشوف هدول مصروف لي بتخليهم معيك وما بتخبري فيهم لجوزيك وهدول اجرته الزيادة اللي زودنا له يا معلم دخيلك ما حدا يشوفنا يلا بخاطرك ما حدا يشوفنا الله معك يا برني الله لك شو مثل الحرير ولي على بعضي نيالك يا راشي سحار أهلين ابن عمي لك شو هالغراض منلك المصاري اليوم علمي زود لي الإجرة وجاب لي هدول الغراض كمان أي ألف الحمد لله مسك ابن عمي فوت غسل لحضر لك الأكل والله وطلعت مالك قليل يا بكري لو من زمان حكيتك شو كان صار
عمي عمر بحب معيتك يخلينا اياك يعني مشان السندات المكسوره بس استنى علي لاخر شهر والله العظيم يكونوا عندك وإذا كان ما سديته انا رح اقدم السندات الكراكونه يا خلاص 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 اذا ما سديته من هون لاخر شهر قدم السندات الكراكون لابسني ماشي لنشوف سلام عليكم الله معك الله معك الله معك تعال شوف راشد تعال شوف ايه يا عمي ايه معلم بري شو كان بده منك ابو ربحي لا لا معلم لا 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 شغله صغيره يعني ما تاكلها شغله لها كثير ايوه قلت لي شغله صغيره روح لشغلك روح امرك امرك يا معلم امرك امرك السلام عليكم معلم بكري الله حيه ابو سالم يا اهلين وسهلين اهلين معلم بكري شو عندك اليوم بمعيتك بدك تزبط لي هالطلبيه وتوصل لي اياها على دوما ايه براسي والله طلبيه محرزه لك ايه شو علي اعتبرها صارت عندك هلا بعطيها لراشد خلي يزبط لك اياها ويحمل لك اياها على الطنبور على عيني الله يخلي لنا اياك يا معلم على عيني يا ابو سليم تعال اشرب لك كاسه شاي صب صب شلون تزورني بالبيت وليش بقى بدي اعطيكي مبلغ مرتب مشان تعطيه لجوزك ويعطيه لابو ربحي لانه ابو ربحي كامش عليه سندات وبده يحبسه فيهم وبده يقدمهم للكراكون ولي على قامتي بس والله يا معلم إذا جوزي بيدرى أنك رح تزورني بالبيت بيذبحني طمني بكرة بعته على حمل لدوما ما برجع للمساء اسمعي يا روح اسمعي يا حلوي عندك أمرين يا بتاخدي المصاري بتعطيهم لجوزك شان يسد السندات لأب ربحي يا بيتقلع من الشغل بقى شو قلتي شو قلتي؟ خلص موافقة بس ما بصير شي غلط ها؟ أعوذ بالله ما رح يصير غير يلي برضيكي انتي بس خاطريك الله معك يا ربي دخيلك هيك يا انا اليوم رايح برات الشام وما برجع على المساء دير بالك على حالك ايه حاضر تقبلني الله يحميك عاوز شيء بدك شيء سلامتك يلا بخاطرك تعالي قل لي خليكي رايقه لشو العصبيه لك انا جاي اساعدك بتساعدني بس بادبك لك شو بادبي لك انا جاي اعطيك مصاري مشان تسد ديون اللي عليكم وتبسطيني ولك فجلت فجلت يا حقير انا برجل يفهم بحب جوزي ما رح بيحشر في مشان واحد مثلك لك انا جيت على الفاضي لك جاي اسمع منك اسمع ولا قسما برب الجلاله للم عليك الخلق وافضحك يا ناس يا ناس عبد الله يا ربي تفضلت أمري يسلموا هالديات يا عيوني انت مبارح وقتحت على دوما أخذت الحمل تعرفت لك على زلم قبضاي وزقرت وابن عالم وناس شافني هيك حريك وشغيل قبضاي قال لي تعالك عمي تعال شو رايك تشتغل عندي قلت له والله أنا عم بشتغل عند حدا يعني هنيك بتضيع عنا قال لي قديه بتاخذ 3 ليرات؟ قال لي بعطيك 9 حبني كثير لانه قلت له ايه 9 خلص اتكلنا على الله
أحسن. أنا ما عاد بدي أروح عند هذا الاستغلالي شكري اللي ما بيخاف الله. الحمد لله. يعني من هلا ورايح لا تاكلي هم أجار بيت ولا دين ولا أي شيء. روحي اطلعي فوتي كلي خدي غراض اهدي الناس اللي بدك يا ساوي لك ربك وقت بيكرم بيدش. دخيل اسمه. اي والله دخيل اسمه.